نحن محظوظون حاليا في هذه التظاهرة الثقافية العالمية، معرض الشارقة الدولي للكتاب. كل شيء في هذه الإمارة في هذه الفترة يتحدث عن الثقافة، المعمار، الطراز، الشوارع، الأزقة، الأرصفة، كل شيء يتحدث عن الكتب، عن القراءة، عن الحروف، عن السطور، عن الإبداع، عن الجمال الثقافي. نحن في تظاهرة ثقافية متكاملة، كل من يبحث عن ضالة سيجدها في الشارقة، القارئ سيجد ما يريد، والكاتب سيجد ما يريد، والشاعر سيجد ما يريد، الباحث عن الجوائز الأدبية سيجد ضالته، الباحث عن البروز الإعلامي سيجد ذلك، الباحث عن النشر والترجمة والتواصل الحضاري والثقافي سيجد ما يريد. فخورين بمشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين، حيث أن معرض الشارقة من أهم المعارض الكتاب في الوطن العربي، وكمان بقى معرض مهم جدا على خريطة النشر في العالم. بيجي مدعوين من كل دول العالم، سواء كان في مؤتمر الناشرين أو في برنامج منحة الترجمة أو سواء في المشاركات، ودايما بيبقى عندنا جديد في ستوري تيل ان احنا بنقدمه كل سنة في زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب. ونأمل ان احنا ان شاء الله نكون جزء من تطوير صناعة المحتوى العربي على الانترنت وإيصال اللغة العربية للعالم كله ان شاء الله. تنظيم جدا رائع، في فعاليات ثقافية كتيرة مشاركة ودور نشر وهيئات ثقافية موجودة هون بالإمارات وحتى شركات خارجية. بنصح الكل المتواجدين بالإمارات أو حتى اللي حابين يجوا زيارة يجوا يزوروا هذا المعرض ويتمتعوا بالأقسام والفعاليات الثقافية المشاركة، كون الشارقة هي العاصمة الثقافية للإمارات. اليوم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، هذا المحفل الثقافي الرائع، هنا لك كتاب هو شعار هذا المعرض هذا العام، فكونوا حريصين على استثمار وقتكم وحضور المعرض، لأن بالفعل هنا ملتقى ثقافي بمئات بل وآلاف الكتب المميزة التي تليق بعقولكم.